تفضلي. الاسم اللقب وصفة تفضل. الزاهر الأحمدي، مدير جهوي للصحة بسيدي بوزيد. بالنسبة للوضع الوبائي في مجال مكافحة كوفيد 19 بسيدي بوزيد يوم 1 فبراير 2022، الحالات المؤكدة 34431 بعد تسجيل 332 إصابة جديدة. الحقيقة الفترة الأخيرة كل يومين تقريبا سجلوا معدل 300 إصابة. الإيواء بالمستشفيات حاليا عندنا 40 مقيمين بالمستشفى الجهوي، واحنا كي نوصلوا الرقم هذا نتعدوا للبلون بي، المخطط الثاني اللي هو نفتحوا الاقسام بالمستشفيات المحليه باش نخفوا الضغط على المستوى الجهوي. واذنا منذ الامس باش المعتمديات الكبيره على الاقل يفتحوا هما، وان شاء الله ما ينتشرش المرض، لكن اذا انتشر نتعدوا للمخطط الثالث اللي هو نفتحوا كل الاقسام اللي فتحناها في المرحله الفائته. بالنسبه للعينات المرفوعه 118878، تم رفع 744 عينة بالأمس. بالنسبة للتحاليل النسبة الإيجابية متاعها الفترة هذه حوالي 30%، وكما تشوفوا المعدل الوطني نحن تقريبا في المعدل الوطني بين 25 و 36%، احنا زاد بالنسبة هذيك. الأرقام هذه أعطتنا نسبة إصابة مرتفعة جدا بكل المعتمديات، خلت المعدل الجهوي حاليا 778 إصابة على 100,000 ساكن. بالنسبة للوفيات يرتفع العدد إلى 931 وفاة، سجلنا بالأمس وفاة بولاد حفوز، نترحم عليهم جميعا. النقطة الأخيرة بالنسبة للبرنامج هذا هو التلقيح. التلقيح إلى حد الأمس عملنا 351,418 عملية تطعيم موزعة كالتالي: الجرعة الأولى 215,049، الجرعة الثانية 120,150، والجرعة الثالثة 16,219. رغم أن الرقم يظهر كبير 351، لكن رانا مازلنا بعاد. بالنسبة لسيدي بوزيد نعتبره من الولايات اللي تسجل نسبة تغطية ضعيفة، هذاك علاش الدعوة تتجدد لكل المواطنين باش يقبلوا على التلقيح ويقبلوا أيضا على استكمالها حتى نقلصوا من انتشار المرض هذا. إذا نحبوا نلخصوا، نلاحظوا اللي كونوا في الفترة الأخيرة كل المؤشرات ارتفعت، ارتفاع عدد الحالات، عدد المرضى المقيمين، نسبة التحاليل الإيجابية، الوفيات. نعتبر الوضع خطير بالنسبة لسيدي بوزيد على غرار كل الولايات. ندعو كل المواطنين إلى احترام الإجراءات العامة والخاصة. نحاولوا من جهتنا نحن كمصالح نكثفوا من الرقابة، ودعوة مرة أخرى للمواطنين للإقبال على التلقيح. نتمنى ونداء هذا أخوي نوجهه لكل الأسر التونسية، الأسبوع هذا هو أسبوع عطلة، نتمنى العطلة نستغلها باش ما نتنقلوش برشا، باش نقلصوا من التجمعات ومن حضور للأماكن المكتظة، وربي يحفظكم وربي يحمي تونس.